مشاهدين السلام الله عليكم ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو التتمة الأخير الذي خصصته في إنجاز إطار للمرآة. فبعد كل الجهد في حلقتين الماضيتين التي كان في مرحلة الفصالة بمنشار تلسين متعدد الوظائف ثم تركيب الإطار ومراجعته، بعد ذلك الحك بورق الصنفر واطلاؤه بالفيرني. إذن على بركة الله مشاهدين الكرام، لمواصلة الفيديو معكم أخذ قياس الطول للمرآة هو 34 سنتيمتر، ثم قياس العرض فهو 25 سنتيمتر. إذن أقوم بتنظيف المرآة بهذا السائل ثم مسحه بهذا الورق الرطب. فحسب ما تشاهدون معي أضع هذا القياس الذي لدي المرآة في إطار الخاص له، فهو سبق لي أن قلت لكم في الفيديو الماضي سواء الفيديو الأول أو الثاني، فهو إطار عريض هذا لجمالية المرآة. إذن بعد وضع المرآة في الإطار أقوم بتقطيع هذا الورق المقوى لحماية ظهر المرآة. إذن أقوم بتقطيع هذا الورق المقوى بهذا السكين القاطع وما يسمى بالكيتول، يعني بالدارجة. إذا آخذ قياس الطول ثم قياس العرض، فلتقطيع هذا الورق المقوى قمت باختيار قطعة من الزليجة، لأن القطعة من الخشب إذا قمت باستعمال قطعة الخشب لتقطيع بهذا السكين القاطع فهي يعني ليست مفيدة، فقطعة الزليجة أحسن أو الحديد. فبعد تقطيع الورق المقوى أو الكرتون ثم أخذ هذا الورق اللوحة الورقية وما يسمى بليزوراي، فيستعمل في ظهر الخزانات ويستعمل أيضا للأبواب. إذا أخذ القياس الذي لدينا للمرآة ثم أقوم بتقطيعه. إذا المشاهدين الكرام أخذ هذا القياس ثم أقوم بتقطيعه، ثم بعد ذلك أضعه في الإطار وأقوم بتسميره بمسامير صغيرة رقيقة، فبعدها ألصق عليه شريط الجرافيت أو شريط السكوتش الأبيض الذي يستخدم للصباغات الحائطية أو يستخدم أيضا لطلاء الأبواب والنوافذ في الفيرني. إذا مشاهدينا الكرام في موضوعنا إنجاز إطار للمرآة، والمرآة جمع مرايا هي أداة لها القابلية على عكس الضوء بطريقة تحافظ على الكثير من صفاتها الأصلية قبل ملامسة سطح المرآة. إليكم المتابعة.
وتستخدم المرآة مشاهدين للتأنق الشخصي والتزيين، كما تستخدم المرايا أيضا في الأدوات العلمية مثل التلسكوب والليزر والكاميرا والأدوات الصناعية. تصمم معظم المرايا للاستخدام مع الضوء المرئي، وهناك أنواع من المرايا مصممة لأنواع أخرى من الموجات أو الأطوال الموجية أو الموجات الكهرومغناطيسية. تصنع المرايا بتطبيق التغطية العاكسة لمادة أساس مناسبة. وأكثر المواد الأساس شيوعا هي الزجاج، نظرا لشفافيته وسهولة تصنيعه وصلابيته وقابليته على امتلاك حواف ناعمة. وعادة ما تطبق التغطية العاكسة على الجانب الخلفي للزجاج، بحيث يكون الطرف العاكس من الغطاء محميا من التآكل والأضرار العرضية من الزجاج في جهة، والغطاء نفسه والطلاء الاختياري للحماية الإضافية من جهة أخرى. صنعت المرايا في العصور القديمة من المعادن الصلبة البرونز ولاحقا الفضة، وكانت غالية الثمن وقليلة الانتشار، وكانت عرضة للتآكل. ونظرا للانعكاسية الضعيفة لهذه المعادن، كانت المرايا تعطي صورة أغمق من المرايا الحديثة، ما جعلها غير مناسبة للاستخدام الداخلي، خصوصا مع الإنارة التقليدية في ذلك الوقت، الشموع والفوانيس. أما المرايا المصنوعة من الزجاج المسطح فقد اخترعها حرفيو الزجاج الفينيسيون في القرن السادس عشر في جزيرة مورانو، حيث قاموا بتغطية الجانب الخلفي من الزجاج بالزئبق، محصلين بذلك انعكاسا شبه كامل وغير مشوش. استخدمت المرايا الفينيسية لما يزيد على 100 عام في إطارات مزخرفة فاخرة، استخدم لأغراض التزيين في العصور الأوروبية، ولكن سر استخدام الزئبق وصل أخيرا إلى لندن وباريس في القرن السابع عشر خلال التجسس الصناعي. وقد نجحت المعامل الفرنسية بشكل كبير في تصنيع المرايا، ما جعلها متوفرة لعامة الناس على الرغم من بقاء مشكلة التسمم بالزئبق. لصورة في المرآة مستوية، إذا نظر شخص ما إلى المرآة فإن صورته تنعكس في المرآة. مثلا إذا رفع الشخص أمام المرآة يده اليمنى فإنه يبدو في المرآة وكأنه قد رفع يده اليسرى، وذلك ما يسمى ظاهرة التناطر الانعكاسي. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، وتابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وفي موضوع آخر خارج عن الإطارات والصناعة التقليدية. أختص لكم فيديو قادم إن شاء الله لتقديم بعض العناوين للفيديوهات القادمة بحوله تعالى، وأشكركم على حسن المتابعة.